أجمل بنات في الدنيا، وحشتوني قد الدنيا كلها. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد، وفيديو النهاردة هو طريقة عمل شامبو بالأعشاب الطبيعية علشان شعرك يطول ويلمع ويتغذى، ولو عندك قشرة تتعين، لو شعرك مقصف يتعالج. كل ده النهاردة هنشوفه مع بعض بطريقة الشامبو اللي هنعملها، وبالمكونات اللي هنعمل بها الشامبو، وبفوائد المكونات اللي هنعمل بها الشامبو. اهلا وسهلا بيك لو كنت جديد عندي، نورتيني ويسعدني وجودك دايما معايا. اعملي سبسكرايب وخليكي معانا وفعلي الجرس. اول مكون عندي يا بنات وهو الشيح البلدي. طبعا الشيح البلدي يا بنات خطير للشعر والفوائد. تاني مكون عندي هو بذور الكتان. تالت مكون معايا هو الروزماري. رابع مكون معايا طبعا، نمشي واحده واحده كده، هو ورق السدر. طبعا مفيد جدا للشعر ورق السدر برده. خامس مكون معايا وهو شيح البابونج او البابونج، طبعا للشعر المصبوغ طلقه تحفه، خصوصا للشعر المصبوغ. طبعا سادس مكون معايا هو بذور الخردل. بذور الخردل رهيبه للشعر. هنعرف طبعا دلوقتي كل مميزات او كل فوائد الاعشاب معانا، وطبعا على رأسهم صابونة الغار التحفة. طبعا صابونة الغار اهم حاجة بتعملها انك تديكي لمعة طبيعية لشعرك، لمعة بتفضل مع شعرك على طول. طبعا للبشرة وللشعر صابونة الغار تجنن. الطريقة سهلة جدا، مش هتغلبي فيها، بل بالعكس هتعملها بمنتهى السهولة، هتديكي نتائج روعة لشعرك وتحدي. وان شاء الله هتتفقوا معايا على الكلام ده وهتقولي بعد كده. هناخد من كل عشب هناخد معلقتين كبار، هتحطيهم في حلة، تحطيهم في اي حاجة عندك، المهم اي حاجة بترفع على النار. وهننزل عليهم بلتر ونص مية. طبعا يا بنات الاعشاب دي كلها خطيرة للشعر، خطيرة للشعر. هنعرف طبعا دلوقتي كل فوائدها مع بعض. هنرفع الكلام الجميل ده كله على النار هادية 10 دقايق. لازم نغطي الحلة او الاناء اللي هتعملي فيه، لازم يتغطى عشان الزيوت الطيارة والفوائد ما تروحش. طبعا هنا زي ما انت شايفة ابتدى يغلي، وطبعا انا مغطيه زي ما قلتلك، لازم تغطيه علشان خاطر ما يفقدش فوائده. هتنسيبه كده 10 دقايق على النار، اول ما ابتدي يغلي زي ما انت شايفة هتوطي عليه خالص. طبعا دلوقتي هنا بعد 10 دقايق تقريبا بصفيه طبعا بشاشة، او تصفيه باي حاجة عندك، اشار باي حاجة تصفيه عشان ده في طفل كتير ومش عايزاه يجي في شعرك. زي ما انت شايفة كده انا صفيته. هنبتدي بقى نحط عليه صابون الغار بعد ما بشرته. اللتر ونص هياخد عندك من 10 معالق ل15 معلقة. انا هنا حطيت دلوقتي 12 معلقة كبيرة. لو عايزه رغوه جامده جدا جدا قوي يعني زودي كمان، اللي بتحب الرغوه كتير، لكن انا مش بحب الرغوه كتير، بحب يرغي كده مظبوط يعني. طبعا يا بنات الشيح البابونج معالج لمرضى الصلع الوراثي والثعلبه، مرطب للشعر ومناعم للشعر، ومعالج للقشره والجفاف والحكه، وبيزود كثافه الشعر، ومطهر لفروه الراس من البكتيريا والفطريات، وبيقوي بصيلات الشعر، وطبعا بينقي المسامات. هناخد بعد ما قلبنا الصابون مع الاعشاب، ميه الاعشاب، هناخد معلقه خردل، زيت الخردل. احنا حطينا عشبه الخردل او بذور الخردل، بعد طبعا ما صفيناه وحطينا الصابون حطينا معاه معلقه زيت خردل. طبعا يا بنات المعلقه بتاعه زيت الخردل دي تجنن، مرطب للشعر الجاف والتالف، مضاد للالتهابات، وبيقلل من الفطريات، وبيزيد نمو الشعر، ومقاوم طبعا للشيب المبكر. طبعا هنضرب بالمضرب او تقلبي المضرب السلك. عندي طبعا كمان بذور الكتان يا بنات غنيه بفيتامين هي، وبتقلل من افرازات الزيوت في الشعر، مغذيه للشعر، مناعمه لفروه الراس، بتعزز نمو الشعر، وغنيه باوميجا 3، وطبعا بتاخر الشيب. هناخد كمان من 3 ل 4 معالق كبار عسل ابيض صافي، زي قلبك وزي جمالك. طبعا العسل للشعر رهيب. العسل بيرطب الشعر، بيعزز نمو الشعر، بيفتح لون الشعر، مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، وبينعم الشعر وبيديله لمعة رهيبة.
طبعا طبعا هنحطهم دلوقتي في اي ازازه عندك بتاعت شامبو قديمه او اي ازازه في الدنيا عندك موجوده، ما تغلبيش نفسك خالص. اي ازازه عندك حتى لو مش حتى اي ازازه، ما عنديش اي مشاكل، اي ازازه عندك هنحط فيها الشامبو. طبعا يا بنات الروزماري معالج لتساقط الشعر ومرطب للشعر وبيأخر طبعا الشيب، بيعالج مشاكل الشعر الدهني، معالج القشره ومغذي للشعر ومحفز طبعا للشعر، وبيعيد طبعا نعومه الشعر وصحته ولمعانه، ومعزز البصيلات. عندي كمان ورق السدر بيعزز نمو الشعر وبيزيد كثافته، وطبعا بيمنح طبعا الشعر اللمعان الطبيعي، مقوي جذور الشعر وبيقلل التساقط. وعندي شيح البابونج بقى معالج لمشاكل القشره كلها وبيحفز نمو الشعر وبيفتح الشعر المسبوغ، ومعالج لتساقط الشعر ومعزز نمو الشعر، بيدي الشعر اللمعان، بيفتح لون طبعا الشعر وخاصة المسبوغ، بيهدي التهابات فروة الرأس. عندي بذور الخردل غنية بالبروتين والكالسيوم، غنية بفيتامين هي وفيتامين ألف والأوميجا 3 والأوميجا 6، ومقوية للشعر وبتحد طبعا من تساقط الشعر، مرطبة للشعر جدا وبيحافظ على لمعان الشعر ومغذي للشعر. طبعا صابون الغر بيرطب الشعر وبيرطب فروة الشعر، بيقضي على قشرة الشعر وبينعم الشعر وبيأخر ظهور الشيب وبيطول الشعر وبيزود كثافته وبيمنح الشعر اللمعان وبيمنع تساقط الشعر وطبعا بيعمل وقاية من الصلع. زمان شايفة طبعا اللتر ونص عمل لي 3 أزايز. طبعا يا بنات زيت الخردل المرطب للشعر الجاف زي ما قلت والتالف، مضاد للالتهابات وبيقلل من الفطريات وبيزود نمو الشعر ومقاوم للشيب برضو المبكر. زمان شايفة الرغوة بتاعته هايلة جدا. طبعا يا بنات الشيح البلدي اصلا غير ان هو معالج لمرضى الصلع واستعلابه ومرطب للشعر ومنعم للشعر، كمان بيمنع لك القشره خالص. قبل كده عملت عليه فيديو لوحده الشيح البلدي. زمان شايفه كده الشامبو بترغيه شويه في شعرك يعني 3 دقائق كده زمان شايفه، وتفضلي تدعكي في شعرك وفي ارضيه شعرك وفي الفرة بتاعت شعرك، وتسيبيه 3 دقائق كده وبعد كده تشطفيه، لانه انا ده معالج، انا عامله شامبو معالج للشعر من التقصيف والقشره وقله الطول بتاعه وقله كثافته وقله نعومته. فده شامبو معالج، انا مش عاملاه ان انا مثلا بنوفر، لا ده شامبو معالج للشعر. ان شاء الله هتلاقي نتيجه تبهرك ويسعدني جدا. ان شاء الله في تعليقاتكم تقولي عن النتائج الجميله. دمتم في امان الله وحفظه، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير.